فاحنا هنروح نجيب المعادلة او الماتريكس بتاعتنا من النوتس على طول. امتحاننا اوبن بوك مفيش مشكلة، هناخدها من النوتس. هنلاقي ان الستيفنس ماتريكس في الجلوبال اكسيز المفروض انها بتساوي كوساين سكوير كوساين ساين ماينس كوساين سكوير ماينس كوساين ساين كوساين ساين ساين سكوير ماينس كوساين ساين ماينس ساين سكوير ماينس كوساين سكوير كوساين ساين كوساين سكوير كوساين ساين و ماينس كوساين ساين ماينس ساين سكوير كوساين ساين ساين سكوير. وده احنا شفناه قبل كده، انا يمكن هنا بكرر الكلام لان احنا شفنا المسألة دي قبل كده، ان اللي بيحصل ان ايه الفيرتيكال element بيبقى عندي بس الهوريزونتال جه مكان الفيرتيكال. فليه؟ لان كل الكوساينز بتبقى بزيرو، يبقى كل ده بزيرو. اوكي، وهتلاقي كل ده بزيرو، وعندك ده وده 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 بزيرو، هيفضل عندك ايه؟ زيرو 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 وان زيرو ماينس وان زيرو 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 ماينس وان زيرو وان، طبعا مضروبة في اي ايه اوفر ال. تمام. يبقى احنا كده ايه كمان جبنا الستيفنس ماتريكس في الجلوبال اكسيس بتاعت الاليمنت النمبر 1، وجاست فور ذا سيك اوف كومبليتنس يبقى هنكتب اي اي اوفر ال مضروبه في الماتريكس اللي احنا كاتبينها دلوقتي، مضروبه في يو 1 في 1 يو 2 في 2 ايكوالز اف اكس 1 f x f y 1 f x 2 f y 2. وناخد بالنا ان احنا عندنا النود نمبر 1 متثبته كلها، وبالتالي يو 1 وفي 1 عندنا بصفر. اوكي، وعندنا في 2 برضو بصفر، يعني الاليمنت ده مش هيفضل معاه غير اليو 2. اوكي، يبقى نرجع بقى للاليمنت الثاني بتاعنا، الاليمنت اللي فاضل هو اليمنت نمبر 3 اللي هو مايل 45 درجه. وتاني خلينا افكرك، ده مايل ناقص 45 درجه لو انا باخد من 3 ل 1، ومايل 135 درجه لو انا باخد من 1 ل 3. انا زي ما انت عارف بفضل دايما اخد من على الشمال لليمين، يبقى هنقول ان هو اليمنت نمبر 3 ده جاي من 3 ل 1. طيب تعالى نشتغل على element number 3. يبقى هنا هنقول element number 3. اوكي، برضو ال x1 بتاعته بتساوي minus l x اللي هو بقى هنا عندنا actually x3، يعني x2 بتساوي 0 اللي هي سوري x1 اوكي y 3 equals l و y 3 equals l و y 1 equals 0. اوكي، هو الاليمنت ده واخد من 3 لايه ل 1 زي ما قلنا، يبقى الكوساين ثيتا بيساوي y 1 minus y 3 over l اللي هي بتساوي ماينس 1، وال ساين ام سوري اللينث بتاعه ال سكوير روت اوف 2. اوكي، ما تنساش ان هو طوله هو جذر ال جذر 2، يبقى ماينس 1 اوفر روت 2، والساين ثيتا هيساوي اكس 1 ماينس اكس 3 اوفر ال روت 2 اللي هي هتساوي بقى عندنا ايه 1 اوفر روت 2. يبقى الكوساين ب 1 اوفر روت 2 والساين ب 1 اوفر روت 2، في اشاره هنا عشان الكوساين عشان الزاويه نيجاتيف،
يبقى هنلاقي ان الستيفنس ماتريكس بتساوي A over L. متنساش هنا في جذر 2 وهنا جذر 2 هيطيروا بعض صح. وبعدين كوساين سكويرد، كوساين سكويرد هتبقى 1 over 2. كوساين ساين ماينس 1 over 2، ماينس كوساين سكويرد يبقى ماينس 1 over 2، وماينس كوساين ساين هتبقى 1 over 2. هنكمل التعويض بتاعنا. خليني افتحها من هنا اوكي، وهكتب كل سطر بلون علشان بس ايه ما نتلخبطش. كوساين ساين هيبقى ماينس 1 over 2، ساين سكويرد 1 over 2، ماينس كوساين ساين يبقى 1 over 2، وماينس ساين سكويرد هيبقى ماينس 1 over 2. وبعدين السطر التالت ماينس كوساين سكويرد هيبقى ماينس 1 over 2، وبعدين ماينس كوساين ساين هيبقى 1 over 2، كوساين سكويرد 1 over 2، كوساين ساين ماينس 1 over 2، وأخيرا السطر الأخير بتاعنا هيبقى في ماينس كوساين ساين اللي هي 1 over 2، وماينس ساين سكويرد يبقى ماينس 1 over 2، كوساين ساين هيبقى ماينس 1 over 2، ساين سكويرد هيبقى 1 over 2. أوكي مبدئيا برضو ادي ملاحظة تانية، كل الممبرز او كل الاليمنتس اللي على زاوية 45 هتلاقي في الاخر الستيفنس ماتريكس 1 اوفر 2 1 اوفر 2 1 اوفر 2 1 اوفر 2 اوكي. دي الستيفنس ماتريكس ودي متوصلة بال النودز 3 و 2، يبقى عندنا ايه اكس يو 2 في 2 يو 1 في 1. يبقى الاليمنت ايكويشن هنا هتبقى اي اي اوفر ال في الماتريكس دي مضروبه في يو 3 في 3 يو 2 يو 1 سوري في 1 ايكوالز اف اكس 3 اف واي 3 اف اكس 1 اف واي. طيب الاسامبلي مبدئيا المساله دي فيها 3 نودز مش كده، 3 نودز ب 6 ديجريز اوف فريدم، يبقى انا محتاج ماتريكس 6 في 6، وبقى نحط كل اليمنت منهم بقى ايه في مكان. طيب يبقى الجلوبال ستيفنس ماتريكس 6 في 6، ولو تلاحظ الثلاثه اليمنتس طلعوا في الاخر اي اي اوفر ال بره، وهي طبعا معمولة كده intentionally يعني اوكي. هنحط هنا just for guidance يبقى U1 V1 U2 V2 U3 V3 اوكي. من element number 1 ده اوكي هنلاقي element number 1 متوصل من 1 ل 2 مش كده، يبقى دي هنا ايه 1 U1 V1 U2 V2، يبقى هنحط element matrix دي زي ما هي ما بين 1 و 2، يبقى 0 1 0 minus 1 0 0 0 سوري هنا actually 0 0 هنا 1 minus 1 وبعدين 0 0 0 0 0 minus 1 0 1. ده الاليمنت نمبر 1. طيب الاليمنت نمبر 2 كنا موصلينه من 3 ل 2 وكان هوريزونتال، جوست عشان تفتكر عشان ده كان اول واحد اهو، مفيش حاجه اتغيرت فيه بس هو ايه 3 وبعدين 2 اوكي كده. فهنحطه element number 3 element number 2 اسف هيدخل 3 و 2، يبقى عندنا هنا ايه 1 0 0 0
وبعدين هيبقى فيه هنا عندنا 3 ل 2، يبقى هنحط هنا 1 ماينس 1 0 0 0، وهنا ماينس 1 0 0 0، بينما هيدخل هنا عندنا ايه بلس 1 و 0 و 0 و 0. اوكي، فيبقى احنا كده دخلنا الاليمنت نمبر 2، وادي الحته اللي فيها الاوفرلابنج ما بين اليمنت 1 واليمنت 2 اللي هي نود 2، صح؟ اوكي، يجي بعد كده الاليمنت نمبر 3، ده جاي من 3 ل 1، صح؟ طيب، ولو تفتكر كان كله ايه نص وناقص نص، ف3 ل 1، يبقى احنا عايزين ناخد element number 3، ادي 3 3 نص ناقص نص. اوكي، يبقى هنحط هنا ايه زائد نص ناقص نص ناقص نص زائد نص، وبعدين هناخد دي هتبقى اهي، شايفها انت؟ تبقى الجزء ده اللي هو عندنا ايه 1 سوري ده اللي كتبناه 3 3، عايزين نكتب ايه ال 1 1 ده برضو زيه بالظبط، مش كده؟ 1 1، يبقى احنا هنحط هنا بلس نص ناقص نص ناقص نص بلس نص. اوكي، وبعدين هنا هيطلع عندنا ايه بقى ال ناقص نص بلس نص نص ناقص نص، وهنا هيبقى الناقص نص نص ونص ناقص نص. اوكي، كده يبقى احنا كتبنا ال stiffness matrix على ال 3 elements U1 2 سوري U1 V1 U2 V2 U3 V3، وعندنا الجلوبال فورسز بقى، انت عندك P1 عندك FX1 توتال F عايزين ننزل بيها شوية عشان الاصابات، يبقى هنا اف اكس 1 اف واي 1 اف اكس 2 اف واي 2 اف اكس 3 اف واي 3. اوكي، طيب مبدئيا انت عندك دول ال تعالى نعملها نقطع الفيديو ونكملها في فيديو تاني.